السلام عليكم. اليوم نوريكم الاشغال نتاع الكورنيش الجديد اللي راهي صايره في بلديه العوانه. نشوف الاشغال هنايا مازال ما انتهتش، واللي تعطي شكل رائع وسوف تعطي منظر رائع على الميناء. إذن هذا هو حالة الإشغال. والجميل في هذا المشروع هو فيه عدة مسطحات متدرجة، يعني شيء يمد مع انتهاء الاشغال سوف تعطينا اكيد منظر رائع، خاصة وانه فيه على الجهة اليمنى فيه غابة وبعض المساحات على الالعاب. اذا هذه هي حالة الاشغال. هذا هو عيني فوزي وليس هو الملك.